وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مصيبة أن الواحد يستره الله ويجاهر يقعد أمام الناس. أنا يقول حق ربعه، أنا البارح كنت مع واحدة، طلعت وياها، خدعتها، ضحكت عليها، أنا سافرت البلد الفلاني، سويت وفعلت وارتكبت. يبيت ويستره الله ويصبح يحتك ستر الله عليه. هذا لا يعافيه الرب عز وجل. يعافي الله من فعل المعصية نادما، من فعل المعصية خائفا، من فعل المعصية زلت قدم بستر، فلما فعلها مباشرة ندم واستغفر وأناب ورجع إلى الله عز وجل وعزم ألا يرجع، هذا يتوب الله عليه. أما الذي يتحدى ربه، أما الذي يجاهر، أما الذي يبي يستمع الأغاني ويسمع الناس كلهم سمعوا، ترى أنا أسمع أغاني، أما التي تريد أن تجاهر بالمعصية هذه لا يعافيها الله عز وجل. فلنحرص على أن لا نرتكب الذنوب، فإن وقعنا من ابتلي فليستتر بستر الله عليه، ولا ينشر الذنوب والمعاصي حتى لا يجرئ الغير، وحتى لا يهون المعصية في قلوب بني آدم. نصيحة للأزواج، بعض الأزواج أول ما يتزوج على بنا مع زوجته علاقة حلوة وتوى بادي، ويقول أنا ببدي وياها بداية جديدة، شو يسوي؟ يقول لها أسرار في الماضي. حتى أكون صادق معك، ترى أنا كانت لي علاقة بوحدة، وكنت كل يوم أطلع مع وحدة، وكنت أفعل الحرام، وكنت أشرب الخمر، وأنا قبل ما أتزوج بليلة كنت في كذا، وكنت حتى يصير أسودا أمام زوجتي ما خلى لها شيء. فإذا ضعفت العلاقة وفترت ربما هتكت ستره، فضحت سره، ربما كرهته، وربما شكت فيه. نفس الشيء المرأة تستر نفسها، فإذا تزوجت فضحت نفسها، ليش؟ خلاص نبدأ بداية جديدة، عفى الله عما سلف، من تاب تاب الله عليه، نبدأ بداية جديدة ونستر أنفسنا.